مباريات المجموعة اي و اف. نبدأ بالمغرب ضد كرواتيا. في بداية المباراة كانت المغرب مسيطرة من جميع النواحي، لكن لا اعلم لماذا لا يوجد اهداف. هكذا كان مودريتش ضد المغرب، صاروخية حكيمي التي كانت ستسكن الشباك لولا الغطاء البلاستيكي هذا. في 2018 سجل عليه كل اللاعبين وصور جميع الاهداف بتقنية 4K، الا ضد المغرب تذكر انه حارس مرمى. وياسين بونو الذي ترفع له القبعة لهذا الاداء العالي، والله عالمي. التعادل افضل من الخسارة ضد وصيف نهائي كأس العالم الماضي. ألمانيا ضد اليابان. قبل بداية المباراة لاحظت أن لاعبين ألمانيا نسوا كمامة الكلاب خاصتهم في المنازل، لذلك وضعوا أيديهم مكانها. لقطة غير أخلاقية من لاعبين اليابان يلعبون ضد النساء ويسترجلون عليهم. حارس مرمى اليابان قام بتعنيف إحدى النساء وأعطاها الحكم ركلة جزاء، سجلها كلب الماء غوندوغان. وتسديدة الصغيرة التي أرسلها للبحث عن ذرة رجولة له لكي يستعملها. الدقيقة 74 سجل منتخب الرجال الهدف الأول عن طريق أوتشيها ساسكي. تحولت التشكيلة من لاعبين كرة قدم إلى شخصيات أنمي. توزيعة من جوجو وتمريرة من فريزر وسجلها ناروتو في الشباك. وهنا رأينا ناروتو يحاول التقاط كرامتها من الأرض. تم ذلهم ذل. إسبانيا ضد كوستاريكا. إذا تكلمت عنهم يعني سوف نبقى هنا إلى نهاية كأس العالم. فرص باختصار هي أن إسبانيا لعبت بلاي ستيشن ضد كوستاريكا بالوضع الضعيف وخلاص. بلجيكا ضد كندا. حصلت كندا على ركلة جزاء في الدقائق الأولى من المباراة، سدها ديفيز وتصدى لها كورتوا. تصدى لها بطريقة رائعة جعلتني أفكر في منادات مصطفى محمد. لعب بلجيكا يذكرني كثيرا بدفاع إيطاليا وهم تحت تأثير المخدرات. عند تسجيل بلجيكا الهدف الأول انتهت المباراة من كلا الطرفين، كل الباقي مجرد إضاعة للوقت. نسيت فقط فرصة كندا التي أحدث التأثير فقط على الحمام الذي فوق الملعب. وصلنا لنهاية الفيديو، لا تنسوا الاشتراك والدعم والاشتراك أيضا على الانستغرام ليصلكم كل جديد، وإلى اللقاء.